إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين شاءوا لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمسلمين من قربنا الروح وإلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وماتنا سنبينا وماتنا لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا لكم أبي بكر وعمر وإلى أرواح البدر وتبتين وتبتين لمن تبعهم بحسن الله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح المنجدين وكل جهتنا مع وإلى أرواح كل ولي وليتنا المسلمين لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القادرية ونقشبندية وسيدي ساري ساقتي وسيدي معطتي وسيدي أبتي وسيدي أثمت وسيدي أبيات وسيدي مغفور لما لسيدي مناقتي كما شاء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدنا والدكم وشيخنا وشيخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمنى إلى شمالها لهم الفاتحة. ثم ندير ونهدي لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ لقد طيب لقد الفاتحة. وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح ورفعنا لك بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح ووضعنا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. الفاتحة. وصحبه وسلم. الله الله اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات الله 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 يا الله اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات الله الله
اللهم يا رفيع الدرجات، اللهم يا رفيع الدرجات، الله الله اللهم يا دافع البليات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا دافع البليات، الله الله الله. يا الله اللهم يا محل المشكلات، اللهم محل المشكلات، اللهم يا محل المشكلات، الله يا الله يا الله، اللهم يا محل المشكلات، يا الله. اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا مجيب الدعوات، الله الله. اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا شافي الأمراض، الله الله. اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، الله 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 الله. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين. وصحبه وسلم، اللهم الفاتحة. الفاتحة. وصحبه وسلم، الله الله الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله يا الله يا الله. وصحبه وسلم، الله الله الله. الفاتحة. الفاتحة.
فاتحه وصحبه وسلم. الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. وصحبه وسلم. الله الله الفاتحة. وصحبه وسلم. الله 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 يا لطيف 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 يا وصحبه وسلم.
الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا من وسع عرضه وأهل السماوات، نسألك اللهم أن تخفينا في حبك فإنك قد كنت وقفت. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي. اللهم إنا نسألك بقوتك وعزتك يا متي أن تكون لنا عونا يا الله ومعينا في جميع أقوالنا وجميع ما أن تكون لنا عونا يا الله ومعينا أن تكون لنا عونا يا الله ومعينا وجميل وأن تدفع عنا يا الله وأن تدفع عنا يا الله وأن تدفع عنا يا الله من كل شر ونكمة وأن تدفع عنا يا الله من كل شر ونكمة وأن تدفع عنا يا الله من كل شر ونكمة فإنك قد قلت وقولك. اللهم بحق من لطفت بي ووجهت أن توجهنا عندك يا الله أن توجهنا عندك يا الله أن توجهنا عندك يا الله وتخفينا خفيلك وتخفينا يا الله وتخفينا يا الله في خلقك إنك على كل والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء لا حول ولا قوة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء ما كان من نعمة بسم الله ما شاء لا حول ولا بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله لا يصرف السوء بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة
لا حول. بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله إني توكلت على الله إني توكلت على الله حصنتكم من الحجر. حصنتكم حصنتكم من الحي القيوم سألتك يا غفار عافم وتوبة وبالقرية قال خذ من تحيا سألتك يا غفار عافم وتوبة وبالقرية قال خذ من تحيا سألتك يا غفار عافم وتوبة وبالقرية قال خذ من تحيا سألتك يا غفار عافم وتوبة وبالقرية قال خذ من تحيا لا سألتك يا عفوا وتوبة وبالقرية قال خذ من تحيا لا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقرية خذ من تحيا لا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقرية قال خذ من تحيا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقرية خذ من تحيا لا سألتك يا غفار عفوا وتوبة خذ من ضحي على سألتك يا غفار عفوا وتوبة خذ من ضحي على سألتك يا غفار عفوا وتوبة إلهي أجب لنا بآلائك العظمى جميع سؤالنا ذات بسم الله رب البريات تبارك الرحمن الرحيم مهيمنا أحمد الحمد يوفي نعمه وأشكر شكرك كما كتمرتنا صلي وسلم على المصطفى الأكرم محمد المختار طه حبيبنا وعطرة والآل والصحبة من تلهم بإحسان إلى يوم حشرنا بعد أهاني بيت الحجرة الخطايا في القبائه قاطنا أعوذك يا مولا مجيبا لمن دعا بأسمائك الحسنى توسلت ربنا وصدق الرؤيا آياتك العظمى واصطفى القاه الأمين نبينا بمده الزهراء فبعد هيما ورحمة العادي علينا بسيد سادة ذلبة الله حسين الشهير بالشهيد منازلنا الشهيد علي واسين العابد والمعارف محمد باكرنا سيد الشهير جعفر الصادق بالكادر المسرور موسى إمامنا سيد الجليل سيد عالي الرضا ومعروف كرفنا سكتي سرجينا سيد العالي المشهور سيد الطائفة بالقاسم بنيت الشيخ شيوخنا الشيخ مولانا أبي بكر الشبلي بعبد الرحيد بتمام ظفرنا العارف الله بالفرد طفل كذاب أبي الحسن هكاري جدلانا الشيخ أبي سعيد باكر المحصول على قاضي الشيخ شيوخنا وبالسلطان الأقطع بغوص الخلائق وسيد الجيلان ربي بهدينا ذاب عبد العزيز زهري وسيدي محمد الهداك نكي فؤادنا شيخ شمس الدين قدس سره بشيخ شرف الدين قوي يقيننا شيخ زيد نحسن احوالنا وبشيخ نور تنور بصدورنا
ذهب وليتنا أولي أمورها شاه حسام بن حقك رجاءنا أعوذ بالله يحيى رمضان كذاب أبي بكر ربي بك أبكينا عبد الرحيم يا كريم وأمتنا بالشيخ عثمان ومجيد غوثينا كذا بكمل سخر الشهيد وعبد الفتح الشهيد ملذينا شيخ مولانا ولاة المكرم الشيخ شمس الدين ذي المجد والسانا والمجيء الزمن أحمد فتح حمى الشيخ شيوخينا أحمد حمد الله كان مولده في عود الإندونيسي بلادينا العالم بالله خير الرسل أول حمد مولانا طبيب قلوبنا شيخنا البدر المنير شناؤه يات المرى مولى ضياء عيوننا وأحمد الرب الشهير بحلمه والمجد الأعلى لمن رمى مأمانا وشيخ وقته وحيد الزمان والجعوس إليه اعتمادنا وبالشيخ كالشمس الضحى في إضاءات وكالقمر البدر المنير حوالينا وعثمان الإسحاق أحسن الشملاك وابن نادي ذو العلا في مقامنا ومرشد الأخلاق والطريقات والعارف بالله به اعتصامنا وبعد نهوكه فقام مقامه أحمد أسرار الوجه رجاؤنا أنت مولاه بسر كرامه وبشرى لنا بالسر منه وإحسانا أين أرباب الطرائق كلهم وبالأولياء والعارفين بربنا ذاهبين عن حيث أمرتنا فحقق لنا الآمال حيث وعدتنا أسألك اللهم ربي وسيدي وهيئ لنا منك الكمال وكملنا هذا وبيتك الفقير فقد جانا جميع أوانه جهار وإعلانا جد بعبد منك وفر قبائه ونفسد الفضائل واهدينا تغفر لم تسل متفضل باب ومخطب لمن نعودانا يا ذا جلال وطوبى نصح يا نور يا الهي فادانا ان علينا بالقبول تفضل خير يا رب العباد كروبانا أغير قلبي وصفي من الدر أكثر لي قلوبنا يا رب يا نازل بإخلاص أعمالك ما قد أمرتنا بإذن الله وإرفع فت سرير رضي وبه الشيطان فاحفظ جميعنا يا رب وفقني فضلك وارزقني متابعة النبي جميع أحوالنا وأعطني يا محيي حياة هنيئة من يوم إلى أعداء الدين دين ربنا. عن شيخنا كن يا إلهي راضيا وجدنا في علاه يا علي ورقينا. وبلغ في الدارين كل مراده وفر به يا رب الجاد الجالد قلوبنا. في حسن حقك رجانا في سلك انظرنا من كأس سكينا. في الدارين فاحفظ جميعنا وإن غفران وعصر ختامنا سلم وسلم كل وقت ولم حد على المصطفى الهادي البشير شفيعنا والآل والأصحاب كم أمياد إلى يوم حشرنا ويوم قيامنا
محمد صلاة الله سلام الله على طه حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين رسول الله السلام بالله ذا أسمائه الحسنى بالنبي المصطفى حبيب الله رسول الله أهل بيته الشرفاء وعترتهم الكرماء أصحابي خواص الله بأهل البدر يا الله لا بأولياء الله كل عارف بالله سلطانهم والمعروف عبد القادر يا الله شيخنا عبد الله محمد رمل التميمي عليه رحمة الباري بفضل الله يا الله ذا شيخنا الكبير هو أبو فتح العارفين محمد عثمان إسحاقي وله غفران الله وبأحمد أسران الوجه رجائنا عتم عزه ربي بجوجيك يا الله بمرجو من الرحمن دوام الفضل والرضوان دوام العفو والآمان بلطف الله يا الله ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تمامها ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تمامها ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تمامها ربنا إلهنا اغفر لهذا النذيم واختم له عند موته خشن الختام يا الله صل على أبي القاسم محمد رسول الله وآله وصحبه عليهم رضوان الله خير يا خير يا محمد رمل التميمي كل يا كل يا محمد رمل التميمي خير يا خير يا محمد عثمان إسحاقي كل يا كل يا محمد عثمان إسحاقي صلاة الله سلام الله